بالنسبة لي انطوت، والسبب انه ما اقتنعت فيها. الخوف من الكورونا لم ينتهي، لأن هذا وباء وهذا كله مرض. أكيد لا، طالما الفيروس موجود فالخطر موجود والوقاية ضرورية. لدينا خوف كبير من كورونا لأنه الأزمات الموجودة عندنا أكبر كثير من الخوف من كورونا. انطوت لأنه واجهنا مواقف صعبة شوي. لأن ما ظل خوف من كورونا، صار الوضع طبيعي وما عاد به خوف وكل العالم هيك. أنا برأيي إيه انطوت لألي، لأنه أول ما صبت بالكورونا كنت خايف كثير، بعد ما انشفيت منها يعني صرت إنه بقول إنه مستحيل في كورونا، خلص يعني هي شيء بسيط مثل الجريب، وهي بتختلف من واحد للثاني. صفحة وما انطوت، لأنه هو لقوه بشكل عام فيروس ممكن يتكاثر ممكن يتجدد. ما عاد عندي أبدا خوف من الكورونا، يمكن لأنه بشوف إنه في كثير حالات عم تنصاب وعم تنشفى منه، أو صار في ملل يعني من هاي القصة لأنه صار له سنة وشوي. قبل كان بيادنا خوف بس الحاسين لا عادي. لا لم تنطوي بصفحة كورونا بالنسبة لي، فالمرض ما زال موجود في المنطقة وعلينا الحذر، والحذر واجب. بالنسبة لي لا، وبالنسبة للعالم لا، لحديت الآن عم بصير جائحة ثانية وثالثة في عدة دول، ونحن تجاوزنا الجائحة الأولى، هلا حالياً داخلين على الجائحة الثانية. اليوم ما في خوف من فيروس كورونا بالنسبة لعامة الناس، لأنه الصراحة الناس مشغولة جداً بالوضع المعيشي، وكل واحد عم بيحاول إنه يكون ثابت ومتوازن بهذا الوضع، وتجاهلوا تماماً موضوع الفيروس. إيه راح، يعني صار شيء عادي. أكيد انطوت لأنه ما يعني المرض ما رح يأثر ولا يقدم علي، إذا مناعتي قوية أنا بالنسبة لي انطوت صفحة. ما في يقول انطوت صفحة كورونا ولا لا، لأنه لهلق مش قادرين نفهم نحن يعني شو هو كورونا.